الحمد لله. هو اللي حصل الساعة حتى تقريبا 4:30 5 يبدو ان في هزارة مش لذيذة من ساندوتش كده كان مضروب، معرفش مين اللي اداهولي علشان يحصل لي ده ولا هو كده، بس قدر الله وما شاء فعل. كان لازم، لانه ده انا يعني هي فرحه عمري ان انا فعلا المهرجان ده اشوفه هو منور واقبل في البدايه وكده، فحصل البدايه دي. كما لو كان دي اشاره برضو من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقول لي انت لسه صلبه زي زمان ولا خارت قواكي. ففعلا الصلابه جات لي بقى من حب الناس، كل الناس اللي في المهرجان والخضه اللي اتخضوها، وبعدين لما شفت فرحتهم ان انا الحمد لله ما فيش حاجه، الدكاتره، المستشفى، شرم الشيخ دي جميله جدا جدا جدا، يعني فيها استعدادات رائعه. انا بشكر الدكتور اللي وقف جنبي النهارده، والحقيقه اكثر من دكتور، وحتى العمال وحتى الناس اللي شالوني، انا ممتنه جدا، انا فرحانه اللي ده حصل لي علشان احس بحب الناس ليا وتقديرهم، وده شرف كبير هو يمكن اللي خلاني اوصل لاني اترأس مهرجان يعني زي ده.